أهلا أهلا، وصفة جديدة من وصفاتي معكم. اليوم راح نسوي بقلاوة المكسرات مع الرهش. يلا مع بعض نبدأ. كلنا نعرف ونتفق إن عجينة البلاش عادي تحضيها عندك في الفريزر، بس لازم تكون مغلها تغليف مرة قوي بس تحافظ على فراوتها. وها طلعتها من الفريزر وخليتها تفك براحتها. شوفوها تبارك الرحمن تجنن. بقسمها وارجع لكم. أكيد انتبهتوا، هذه الحين قسمتها إلى نصين من هنا كذا في الوسط، وبعدين الحين هذه راح أقسمها إلى من هنا إلى جزئين ثانية. هذا الحجم المطلوب، قطعتها لشرائح بهالشكل. الحين أحفظها بفوطة عندي أو بعلبة بلاستيك براحتكم. باخذ على شريحتين شريحتين هي اللي بشتغل فيها، والباقي راح أحفظه. عندي هنا مجموعة من المكسرات، تبون نوع واحد براحتكم أو تحطونها كذا مشكلة ألذ مع الرهش وعلى محضرات الطعام وطحنها. قلت لكم نبي نشتغل على شريحتين، ما راح نستخدمها كذا بالطول، لا نبي نخليها بالعرض وعليها المكسرات اللي طحننا مع الرهش. نحطها كذا بالوسط، يعني على الثلاث أربعة نخلي الطرفين فاضية بهالشكل. وبعدين عصاية نحيفة عندكم، تدرون هذه وشي؟ كنت عرفتوها، هذه عصا المعلاي. نحطها ونبرم بهالشكل لحد ما ننتهي تماما، ونحاول نكبسها باليد كذا تمسك بعض. برمتها بهالشكل جدا سهلة، وبعدين باليدين نحاول كذا نكبسها على بعض، يعني مثل قولة نكشكشها، بس لا تكبسونها مرة، لا خلوا يصير فيها شوية هواء. تنكبس بكل سهولة، خلاص كذا يكفي، خلوا فيها يصير شوية هواء، وبعدين واضحة تنسحب بكل سهولة. نشيل بس الطرف من هنا ونشيل الطرف من هنا، وبعدين قسموها انتم على حسب الحجم اللي انتم تبون وعلى صينية الفرن. خلصت بالكامل وهذا شكله. الان عندي هنا زبدة مذوبة او سمن مذوب، ما نبي نتهم بالفرشة، لا نبي نصب عليها بهالشكل ونحاول ندخلها ما بين الفتحات، يعني لا تصيرون بخيلين، لا خليكم كريمين حتى بين الفتحات دخلوا. ندخلها للفرن الكهربائي، نبدأ تحمير أول شيء من تحت وبعدين من فوق. الجمال تبارك الرحمن، الحين حارة نقوم نساقيها بالشيرة، واسمع الصوت.